حنايا اليوم ايضا دكتور عماد غادي نتكلموا على الطبيعه وعلى الوصفات الطبيعيه، ولكن غادي فقط نشوفوا واش هاد الوصفات اللي متداوله صحيه او ضاره بالصحه في موضوع تعفن اللوزتين والحلقم. كنعرفوا على انه مع هاد الفتره هذه من السنه الكثير من الناس كيوليو كيمرضوا بالحلقم وبالخصوص الدراري الصغار. نعم. ولكن الحلقم كيمرضوا حتى الناس الكبار. وكاين اللي كيكون صغير كيمرض كل عام وكيمرض مرات كثيره في وسط العام وكيغيب هاد الشي سنين، ومنين كيكبر عاوتاني خير وسلام واحد النهار كيمرض. نعم. باش بالحلاقم. نعم. وكتجيه يعني واحد المرضى اللي شويه صعيبه، لانه كنعرفوا على انه الحلاقم كيديروا السخانه، ارتفاع درجه الحراره، كيتبقى التعفن كيسبب هاد الحاله لمده خمسه ايام سته ايام اسبوع، وتيخص المقابله. وشويه هاد المرض هذا يزعج ويقلق الامهات والاباء. فبدايه اليوم شنو هي الوصفات الطبيعيه اللي مازال منتشره ومازال متداوله منين كنعرفوا على انه الدراري عندهم الحلاقم؟ نعم، فالحلاقم بزاف ديال الناس ملي كيسولوا كيقول لك الحلاقم، حيت بزاف ديال الدكاتره كيقول لك المناعه كتهبط الحلاقم كيبانوا، وبزاف ديال الاخوات كيتسالوا كيقول لك هذه المناعه شنو العلاقه ديالها بالحلاقم؟ فكنقول لكم انا الحلاقم هي المناعه. علاش؟ لان هي عباره على ولسيسات لي غونغليون لينفاتيك، والسيسات اللي فيهم مضادات حيويه اللي كتصدى هاد البكتيريا. علاش انا قلت لكم هاد الهضره هادي؟ لان في السوق، لان في العاميه ديالنا، لان متداول بعض الامور اللي غالطه. كنشكرك اختي سناء، علاش طلبتي مني هاد السؤال هذا؟ لان هاد المساله خصنا نوقفوا عندها. فاولا كاينين الناس اللي كيمشيو كيفرقعوا هاد الحلاقم، اذا كاين بعض النساء اللي كتاخذ الوليدات الصغار وكدير يديها وكتقول لك كنفكس ليه الحلاقم، يعني بحال كتفكس في شي بيضه. فكتعرفوا بان الحلاقم هاد لي غونغليون الا مشاو حتى تفكسوا بواحد الطريقه عشوائيه بواحد الطريقه غير صحيه، شنو كيوقع؟ كيوقع التعفن، كيوقع ان دوك الحلاقم يمكن يتحولوا لا قدر الله في سرطان، كذلك ان هذوك الحلاقم كيمكن ياثروا لنا على الصوت، الصوت يقدر يمشي. فهاد المسألة ردوا لها البال. ثانيا كاين الاستعمال المغلوط ديال الأدوية، كيفاش كنستعملوهم بطريقة عشوائية، لأن خصنا نعرفوا الحلاقم كاين فيغال وكاين باكتيريان، يعني دو ناتور فيغال ولا دو ناتور باكتيريان، يا إما كتسببها بكتيريا يا إما كيسببها فيروس. إذا كانت كتسببها بكتيريا فهنا كيمكن نتغلبوا عليها كناخذوا المضادات الحيويه، ولكن الا كان الفيروس فالمناعه ديالنا ديال الجسم ديالنا هي اللي كتدخل. اذا بعض الناس اش كيديروا؟ اول ما الوليد ولا البنيته كيقيسهم الحلاقم، او اول هذا السيد ولا هذه الاخت كتقيسها الحلاقم، كتمشي مباشره كتلتجئ للمضادات الحيويه. والا كانت فيغال، يعني الا كان الفيروس اللي دايرها، فراه واخا تشرب حتى خنشه ديال المضادات الحيويه ما غاديش يحيد المناعه ديالك، هي اللي غادي تقتل هذاك الفيروس. هذا من جهه. من جهه اخرى الاستعمال العشوائي ديال الادويه. اذا مثلا حنا كنجيبوا هذا المضاد الحيوي كناخذوه يومين ولا ثلاث ايام كنوليو بخير كنحبسوه، فهذا هي الطامه الكبرى، هذا هو الغلط. لان هذا الانتيبيوتيك الا خديتيه اختي في مده ديال ثلاث ايام وحبستيه، فكوني على يقين ان المره الجايه ما غيقضي لك والو. لان شنو؟ وهذا الشيء كنقولوا للمضادات الحيوية اذا كانت بكتيريا. اذا هذه البكتيريا شنو كدير؟ ملي كيدخل لهذا المضاد الحيوي كتقيسو، اش كدير؟ كدير واحد الغشاء باش كتحمي راسها. اذا ملي كتحمي راسها الا ما زدتيش عطيتيها الدواء يعني مورا ديك الثلاث ايام باش تقتلها تهنى منها نهائيا، اش كدير هي؟ هي راه كتصنع واحد الماده مضاده لذاك الدواء. اذا واخا تشرب منه قلنا خنشه ما غاديش يقضي. هذه مساله اخرى. مساله من المسائل الاخرى ان العلاج خصو يكون كامل ومتكامل، لان ملي كيتنفخوا لنا دوك لي زاميكدال، هذوك الحلاقم ملي كيتنفخوا شنو كاين؟ كاين الميكروب لداخل وكاين الغشاء اللي كيتنفخ. اذا خاص مضاد التهاب اللي كيحيد الغشاء، وخاص الدواء اللي كيقتل هذاك الميكروب باش كنتهناو نهائيا. اذا الطبيب ديالكم منين يعطيكم دواء متكامل فالله يجازيكم بخير كملوه، لان هكا كنقضيو على الحلاقم. هذه مساله اخرى. مساله اخرى كاين بعض الناس اللي كيتهاونوا، كيجي كيكون الوليد صغير كتكون البنيته صغيره
وما كيديهاش، كيقول لك خلي المناعه ديالها تخدم، وكيخليو الحلاقم حتى كيخندفوا حتى كيولي فيهم تعفنات. شنو كيوقع؟ كيوقع ان هاد ستريبتوكوك مثلا، وخاصه اذا كانت من نوع بكتيري، هاد ستريبتوكوك اوريوس اللي هو نوع من 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 البكتيريا اللي كيصيب لينا الحلاقم، اش كيدير؟ كيبقى كيكثر، وكتبقى المناعه كتكثر وكتفرز لنا في المضادات الحيويه، وكيمشي وكيعشوا في القلب. ومني كيعشوا في القلب اش كيوقع؟ ان كيولي عندنا الروماتيزم ديال القلب، وكيولي الوليد الصغير فوت ما غنمشي نداويه فواحد الفتره ديال 10 ايام ولا 15 يوم وغادي يولي بخير، كنولي خارج على هذا الوليد ولا على هذه البنيته، كيولي كيعاني من الروماتيزم ديال القلب في حياته كامله. فردوا البال لهذه المساله. مساله اخرى، الاستعمال العشوائي ديال الاعشاب، درك الحلاقم، خلط العسل والحامض وكل شيء بخير. ولكن هي العسل والحامض، ولا مثلا نشربوا مثلا اتاي الشاي الاسود مع الحامض، هادو كلهم مواد كتعاون، هادو كلهم مواد كتزيد من القوه ومن الحده ديال المضادات الحيويه او من الحده ديال الدواء اللي كناخذو. ولكن ناخذوهم غير هكاك وما ردوش البال صحتنا، وخاصه الا كاين الناس اللي كيبقاو بالحلاقم 15 يوم، كاين الناس كيبقاو بالحلاقم شهر، كاين الناس كيبقاو بالحلاقم شهرين، فهذا هو المشكل. لان كل ما خليناهم كل ما يقدر يتوليو عندنا واحد يعني يوليو عندنا مشاكل اخرى في الداس ديالنا، دي كومبليكاسيون اللي غادي يبانوا مع الوقت. اذا نردوا البال هذه المساله. مساله اخرى اللي غادي نختم بها اللي هي الشانوج. الشانوج راه ماشي هو الحبه السوداء، راه الشانوج كديروه في الكموسه وكتعطيوه لاولادكم، الشانوج كدقوه وكتخلطوه مع العسل. مؤخرا كنت في يعني في لوفيسين اكسبو فين كانوا الصيادله، وكانوا بعض الناس كيعرضوا بعض المنتوجات او بعض الزيوت وكانوا حاطينهم وسط الشانوج، وصححت لهم المعلومه، لان هذاك الشانوج راه هو سام، راه فيه سيانيوغ، فيه مواد سامه، فيه مواد اللي كتضرب الصحه ديالنا. الحبه السوداء دايره بحال العديسه كحله، ودائما كناكد الحبه السوداء ماشي هي الشانوج، وصحتكم ردوا لها البال. الله يجازيكم بخير. ترى الاخت سنة، صباح الخير الاخ عماد. صباح النور اختي، الله يبارك فيك. بزاف على هذا الموضوع، جا في الوقت ديالو. الحمد لله. مرحبا مرحبا اختي. انا عندي واحد الوليد عنده 5 سنين وكيمرض ليا بزاف بالحلاقم. تبارك الله. وكنت ما جيت عنده كيقول هو اصلا عنده كبار، يعني عنده ذاك المشكل كبار عنده، وما عنده حتى حل، يعني دوك لي تريتمون ديما كنديرهم ليه ما كيديروا ليه والو. واخا قولي الطبيب ديالو شنو قال لك؟ واش قال لك يتفتحوا ولا ما يتفتحوش؟ لا ما قال لي يتفتحوا، قال لي غير هو عنده كبار وصافي. عندهم كبار يعني كيعيش عادي بهم، ما كيأثروا ليش يعني كيتصرف عادي. نعم لا في النعاس عنده واحد المشكل، دابا الا نعس على ظهره ما كينعس مرتاح، خصني دائما نعاد نعس على جنبه، كل ما نعس على ظهره خصني نعاود نرد. فهمتك اختي فهمتك. انا اللي بغيت نقول لك ان دابا هذوك اللوزتين، هذوك الحلاقم راهما المناعه. فهمتي علاش قلت لك انا واش قال لك الطبيب يتحيدوا؟ حيت الطبيب لويغيل اختصاصي في الاذن والانف والحنجره، هو الوحيد اللي كيحدد لينا واش الحلاقم يتحيدوا ولا ما يتحيدوش، لان كيشوفهم هو عنده واحد المعيار، عنده مقياس، عنده تحاليل كيديرها، عنده امور كيشوفها ياك، وكيحدد واش الحلاقم يتحيدوا ولا ما يتحيدوش. اذا الا الطبيب قال لك ما يتحيدوش فمن الاحسن انهم ما يتحيدوش، ومع الوقت يعني غير صبري معاه، راه كنعرف شنو هو الانسان كيبقى مبرزط مع وليداته، ولكن غيصبري. علاش؟ لان راه مزيانه ليه هو، ملي غادي يكبر ان شاء الله، ملي غيدير 10 سنين، ملي غيدير 11 عام، ملي غيدير 12 عام، المناعه ديالو هو غيكبر، والمناعه ديالو غتزيد تكون، وحتى دوك القريجيطات ديالو غادي يكبروا، وهذوك الحلاقم ما غاديش يبقاو كيشكلوا ليه مشكل. صافي تفاهمنا؟ فوقاش كنهضروا على الحلاقم بحال هاد الامور هادي، وكنخافوا منهم، هي ملي كيقول لنا الطبيب خصهم يتحيدوا، وصل الوقت انهم ما يبقاوش. واش عمرك جربتي شي وصفه طبيعيه ولا شي واحد نصحك ديري شي حاجه طبيعيه ديال العرب؟ الوصفه الطبيعيه ديالنا حنا كي قال الدكتور عماد ديال العسل والحمض، العسل الحر والحمض، وكتحركهم كيبقى يغرغرهم شويه هكا ويرد هذاك الماء، صافي هذاك هو الوصفه ديالنا حنايا. نعم، فخليك في الاستيعاب. الوليد 5 سنين ياك؟ عنده 5 سنين. صافي، اذا ان شاء الله راه غادي ندير وصفه من 5 سنين حتى ل 12 عام للوليدات، ووصفه للكبار، فخليك في الاستماع ان شاء الله، غنعطيهم وصفه للمساعده ان شاء الله. هاجر، ملي كتجي الوليد ديالك هاد المرضى هادي ديال الحلاقم السخانه كي كتعاملي معاها؟ لي زونتيبيوتيك كي قال الدكتور وكنتبعهم ليه صافي حتى تيدوزو، ولكن واحد المشكله دائما هاد الحلاقم منفوخين واخا برا كيبقاو منفوخين. غير شوف عافاك فكرتيني واحد الحاجه غادي نقولها لك وغادي نقولها للاخوات كاملين، راه الوليدات الصغار منين يوقعوا لهم الحلاقم والسخانه طالعه
ما تفكروش الطبيب ديالهم، تفهمنا؟ لان كما قلت اشنو كديروا، كاين بعض الاخوات اللي كيمشيو كياخذوا غير الانتيبيوتيك، وكاين بعض الاخوات، راني صيدلي وكنعرف هذا الشيء راه كنعيشوا يوميا، كاين الاخوات اللي كياخذوا غير الانتيبيوتيك، وكاين الاخوات اللي كياخذوا غير الدواء ديال السخانه، وكاين الاخوات اللي كياخذوا غير مضادات للالتهاب. فهو كتكون تركيبه علاجيه ضروري ديال السخانه ومضاد الالتهاب والمضاد الحيوي الا كان البكتيريا عندنا، عاد باش كيكون العلاج ناجح. فاحسن حاجه نهزوا الوليد عند البيدياتر ديالو، عند الطبيب ديال الاطفال، غيخرج الدواء، هذاك الدواء نديروه كما انزل، ونتبعوا الدواء ديالنا المده ديالو كامله. عندي واحد السؤال لك هاجر، الوليد ديالك هذه صوفيت ما ولا الكبابط اللي كتلبسيه له الملابس، واش كتلبسيه الملابس كثيره، واش كتلبسيه الكبوط طالع له على العنق ديالو؟ لا ما كنلبسليش الكولمونتي، لا غير هو غير كيدير شي جاكيطه بزاف في هذا البرد، واخا هكاك ما كيبغيهاش ليا غير بالجلد، غير ذاك الصباح وكيجي من المدرسه محيدها ليا. عرفتي علاش؟ لانه غالبا كاين مجموعه من الاختصاصيين اللي لاحظوا ايضا انه ديك العاده اللي كنديروا عند الاطفال ديالنا انه كنلبسوهم حنا، دابا باش كيقول لنا عقلنا حنا الامهات، منين كنخافوا على وليداتنا من البرد، ملي كيجي البرد اش كنديروا؟ كنجتهدوا وكنلبسوهم دوك الكبابط اللي الكول ديال هم طالع فين حتى العنق. ردوا البال الامهات، وانا كنهضر معكم كام هنايا، هذه واحد العاده اللي انا شخصيا كنت كنديرها ووقفتها، لانه الوليدات خصنا نربيوهم ونعودوهم انه العنق ديالهم يبقى عريان يلبسوا واحد تريكو دو بو، يعني صوفيت ما اللي يكون الكول ديالها دائري، ويبقى الطفل قادر انه المناعه ديالو، انه الجسم ديالو، واخا يكون شويه د البرد شويه د الكوغوندير، منين غيخرج طبعا من الدار ولا من المدرسه راه غيلبس ديك المونطو ديالو ولا الجاكيطه ديالو، ولكن ماشي اكثر من هذا الشيء. ديك الخنقه اللي كنبقاو نخنقوا وليداتنا وقجيه ما تقجوا الكول طالع حتى الودنين والفوق العنق، راه هذاك الشيء غير صحي. كنزيدوا كيفاش نقول لكم، نرفعوا من الحدود انهم كيمرضوا، انهم الا عندهم الحلاقم غيزيدوا يتعفنوا، حيت كيبقى شنو كتبقى درجه الحراره ديال الجسم، ها هي طالعه ها هي هابطه، ها هما عرقوا ها هما غيضربهم البرد. فردوا البال لهاد الامور، هاد العادات السيئه اللي حنا نيت كنديروها فقط بالحب ديالنا وبالرعايه ديالنا وبالاجتهاد ديالنا، ردوا البال وغيروا منها لانه ماشي صحيه. غادي ناخذوا مستمعات واحد اخرين وتهلا في الصحه ديال وليدك الله يخلي لك. معنا ام ملك من المحمديه، صباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام. وحصل لي الشرف اليوم اختي سناء. الله يبارك فيك، وانا كذلك فرحانه نسمع صوتك. شرف متبادل اختي، الله يبارك. الله يحفظك خويا، انا ام ملك من المحمديه. الله يخلي لك ملك اختي. نعم اختي. انا ملك بنتي ما كتم عندها تبارك الله 3 سنين ما كتمرضش هي دائما بالحلاقم. الحمد لله. غير ملي كيجيوها كنديها عند البيدياتر ديالها كيشوفها. ولكن ملي كتجي للدار اش كندير ليها؟ كنقطر لها غير النقيطه ديال الحامض من النيفه، كيفوتها الحال، واش هاد الطريقه مزيانه ولا خايبه؟ كتقطري لها الحامض من خارها. اه. نعم نعم، زوين هذا السؤال هذا، لان السؤال خصني نقول لك واحد الحاجه. اي خويا. الانف ردوا ليه البال. اه. ماشي اي حاجه نقطروها فيه. شكرا. دابا الحامض اللي فيه لاسيد سيتريك. ملي غتبقي كتقطري البنيته ديالك في هذه الفتره هذه، يقول دابا الحلاقم راه كيشدوا على الاقل واحد السيمانه. اييه. اذا تصوري سيمانه شحال كتقطري لها في النار؟ لا مره واحده ما كنعاودهاش. لا شوف، نتفاداو الحامض، لان الحامض يقدر يضر لنا المناخر ديالنا، ويقدر يضر لنا دوك المستقبلات ديال الرائحه. اذا يقدر يتحرقوا، ويقدر لا قدر الله الانسان ملي كيكبر ما كيبقاش كيشم مزيان. فردي البال لهذه المساله اختي، ردي البال لهذه المساله. بارك الله فيك، شكرا خويا. نعم نعم اختي. اللي يخطيكم اللي يخطيكم. الله يبارك فيك. معنا نزهه من الدار البيضاء، صباح النور. صباح الخير لالا، نهار كبير هذا، سمعت صوتك فيه. الله يبارك فيك نزهه، مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يخليك، بغيت نسقسي الدكتور عماد. بنتي دابا عندها 4 سنين. ولكن تيجوها ليا الحلاقم بزاف، لدرجه انهم تيجوها 3 المرات في العام. وهذا الشيء مني وهي عندها تقريبا 2 ونص. نعم. والزوج ديالي كيقول لي مره نديروا ليها الخل والعسل. الخل والعسل كتخلطوا لها وكتعطيو لها تاكلوا. الخل والعسل بعدا شمن خل؟ التفاح ولا الخل الاصطناعي يعني اللي كيتباع؟ الخل الابيض تنعطيه ليها مع شبيه العسل الحر، ماشي كيغلغل ليها هذه، كيقول ليها تشربوا. بقات تيديرها ليها تقريبا فيما تيجوها تيديرها ليها. ما شنو وقع ليها بحال تكون ليها هنا حدا
قرب القرجوطه ديالها بحال اللي ها ولدي الصغير، لدرجه انني فتحت ليها عليه. نعم اختي، بعدا شوف انا الزوج ديالك انا فهمته، لان هو قال الخل يعني كيسحبوا راه بحالو بحال الحامض، والخل غادي يكون مجهد، لان الخل كنقراو فيه ان فيه في المكونات ديالو هو من كاين واحد المركبات كحوليه فيه اللي كتستعمل في الاكل. المهم الخل خصك تعرفي الخل الاصطناعي حنا كنسميوه لاسيد فورميك، هاد لاسيد فورميك او هاد الحمض حمض النمل اللي كيكون اللي هو عباره على تركيبه كيميائيه ياك. سمعتيني الاخت اللي قبل اش قلت لها؟ قلت لها شحال في عمر الوليد؟ قالت لي 5 سنين. اذا بعدا من 5 سنين الفوق عادي يمكننا نديروا وصفات بسيطه، وصفات بسيطه لتقويه المناعه او اللي كتساعدنا على الحلاقم. هذه من جهه. من جهه اخرى انا بغيت غير نسولك، واش الطبيب شنو قال ليها؟ واش ديتيها للطبيب اختصاصي؟ لان ملي كيولي الحلاقم كيجيو ثلاثه المرات في العام، هنا ما بقيناش كنديو البنيته ولا الوليد ديالنا للطبيب عادي او البيدياتر، فهنا كنمشيو عند اختصاصي في الانف والحنجره والاذن ياك لويغيل. اذا خصنا ديها بعدا الاختصاصي يشوفها وهو غادي يحدد، لان يقدروا يكونوا هاد الحلاقم هادو خصهم يتحيدوا. الا قال لك ما خصهمش يتحيدوا فكون على يقين ان البنيته مازال المناعه ديالها ما تكوناتش، اذا غتسني ان شاء الله حتى توصل السن ديال 10 سنين و11 عام، هذا الامر هذا ما غاديش يبقى. ومساله اخرى مازال كناكد عليكم ومازال كنهضر، ما عمرنا نديروا وصفات عشوائيه بحال هذه الطريقه هذه ونعطيوها لاولادنا، وخاصه هذا راه الخل. عرفتي شنو هو الخل؟ راه ماده كيميائيه، راه الخل حنايا كبار وما كنستحملوش بزاف، والعالم كامل دابا كيقلب كيفاش هذا الخل هذا يتحول او كيفاش يتخدم بطرق اخرى. اذا هو كيتستعمل في الاكل وكل شيء، ولكن ماشي غادي نخلطوه لبنيته ديال 4 سنين. واش ما كاينش شي وصفه في العالم كيدخلوا الخل للوليدات الصغار في هذا السن هذا؟ فالله يجازيك بخير اختي. الاعشاب ما تكثريش منها، والاعشاب عمرك تعطيها لبنتك، بنتك راه مازال ما وصل الوقت ديالها. ديري داكشي اللي كنقول بالنسبه للوليدات الصغار. نزهه تكلمتينا على انه البنيته تكونات عندها ولسيسه، واش هذه الولسيسه عندها علاقه بهذا السائل اللي كنتو كتعطيو هذه الخلطه؟ هذا الشيء اللي بغيت نسول عليه دكتور، لدرجه ان هذاك الخل دار ليها حساسيه. دابا انت بغيت تشم ريحه الخل ولا تجي العينين تيحمروا، تي واش حيت خداتو في واحد لاصه اللي هي كانت صغيره فيها؟ دابا عينيها ديما حمرين، قرجتها ديما مره مره، لدرجه ان كان كيمشي لي لها شويه الصوت عاد كيعاود يرجع. نعم دابا اختي شنو وقع؟ دابا دخلتي ماده كيميائيه. يا ريت تشرح لها دكتور عماد كيفاش اثر الخل على هذه المنطقه هذه ديال الحلق عند الابنه ديالها. اكيد كنذكر قلتي اليوم عندها 4 سنين ياك؟ عندها 4 سنين. دابا لدرجه انني ما كنصيفطهاش في الصباح للمدرسه، والله القاسم صباح تيقول لي لا البرد ما تصيفطيهاش ليا للمدرسه، حتى العشيه وعاد نصيفطوها. واخا واعتقد انه ايضا ضمنيا السؤال ديالك فيه طلب الدكتور عماد، واش كاينه شي وصفه للمساعده؟ الله يجازيك بخير انت والدكتور. واخا حيت كثرت عليها بالانتيبيوتيك بزاف، دابا مؤخرا وليت كنديها عند الطبيب كثرت عليها بزاف، هو تيقول لي راه مع الوقت غتكتسب مناعه، وحاولي تعطيها دغيا الماكله اللي تكون تتقوي فيها مناعه. اكيد اكيد هادشي كوني متاكده منه، كوني متاكده. حسيت باللي حلاقمها كبار بزاف حتى واصلين ليها الحلق، بحال غيغلقوا ليها الحلق ديالها. نعم دكتور عماد. نعم بالنسبه لك اختي وبالنسبه لجميع الاخوات اللي كيعطيو لاولادهم بعض المواد هكا بطريقه عشوائيه في هذا السن هذا اللي كيكونوا صغار، فالمناعه قلنا حتى كيديروا حتى 10 سنين 11 12 عام عاد المناعه كتكون. اذا شنو درتي انت؟ جبتي بعدا واحد الماده خارجيه، ماده كيميائيه اللي دات مازال ما كتستحملهاش ومازال ما عندهاش القوه انها تخلص منها، لان البنيته الكبده ديالها باقا صغيره، الكبده اللي هي واحد المحل فين كيتخل فين كيدوز الدواء او اي حاجه كناخذوها عاد كتفرق، كنسميوها حنا لا بيو ترانسفورماسيون، التحول او التحول البيولوجي ديال المواد. هذه من جهه. من جهه اخرى الكلاوي ديالها باقيين صغار، اذا الا كندخلوا حنا هاد لاسيد فورميك ولا هاد الانواع اللي كاينين ديال 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 الخل اللي فيهم بعض المركبات الكحوليه، اشنو كيوقع؟ كتمشي للكبده بعدا ما كتستحملهاش، اذا ما كتكونهاش كامله، ما كتحولش كامله، من بعد كطيح في الدم كتبقى كدور في الدم ما كتلقاش كيفاش يتخلص منها الدم، وزائد هذا الشيء كتمشي للكلاوي. ولكن حنا ملي كيطيحوا هذه المواد الكيميائيه وما عندناش الجهاز المناعتي، لان المناعه راه كتدخل فيها حتى مضادات الحساسيه،
اشنو وقع؟ ان الهيستامينات عندك يعني مضادات دوك الهيستامينات او المضادات الحساسيه في الدم ديالها قلال، اذا هنا عطى الحساسيه لبنيته، فهمتي؟ فعافاكم عافاكم، راه الوليدات الصغار ما تبقاوش تعطيهم اي حاجه، خصنا نردوا البال. اذا الوليدات الصغار ما نعطيهمش اي حاجه عشوائيا نهائيا، لان علاش؟ هذا الشيء دابا بدا غيمكن مع الوقت ياثر لهم على الصحه ديالهم. الوصفه للمساعده؟ اذا الوصفه للمساعده اللي غنعطي للاخت، انها لان قلنا البنيته عندها اربع سنين غادي نتماشى مع شنو قال الطبيب. علاش قال لك هو هذه المساله؟ لانه عارف ما يمكن نستعملوا بعض المواد الطبيعيه حتى كيفوت السن ديال 5 سنين. اذا المساعده خذي اعطي، حاولي تكثري لها من الخضر اللي فيهم اللون البرتقالي اللي فيها البيتا كاروتين اللي غيرفع لها المناعه. حاولي تعطيها خضر او اعطيها يعني في الاكل ديالها مواد اللي فيها اللون الاخضر. هذه النصائح دكتور عماد على فكره اللي اليوم كتقدم ودابا كتقدمها الاخت نزهه، ولكن راه كتقدمها للاطفال اكيد لكل الامهات، كل الامهات لوليداتهم قل من 5 سنين وبداوا لهم الماكله. اذا غادي ناخذوا المواد اللي فيهم اللون البرتقالي البيتا كاروتين اللي كيرفع المناعه، غادي ناخذوا مواد اللي فيها اللون الاخضر لا كلوروفيل، هذا اللون الاخضر اللي حتى هو كيرفع من القوه ديال الجسم، اذا الجسم كي بحال كينوض وكيقعد اركابي. وثالثا حاولوا تدخلوا لهم بعض الفواكه، مثلا ناخذوا بعويده، ناخذوا تفاحه، يلا هادو جوج ديال المواد بساط، بعويده تفاحه وجوج ديال مشمشات يابسين. اذا هذا غنعطيكم واحد التركيبه اللي كترفع المناعه وكتعاون الجسم ديال الوليدات ديالنا. اذا بعويده تفاحه وجوج ديال المشمشات يابسين كديروهم في واحد نص سيترو ديال الماء كتخليهم يغلاو كيطبخوا مزيان، حتى كيطبخوا كنصفيو هذاك المحلول او هذاك الكومبوت، كتعطيهم نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء، وكتبقاو مداومين عليه دائما. كل ما عطيتوا لوليداتكم هذا المشروب هذا كل ما كتعاونوا المناعه ديالهم، وان شاء الله مع الوقت تبقاو كتحسوا بالوليدات انهم كيتحسنوا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا فرحانه بزاف اول مره كنتصل بكم. عندي واحد بنتي دابا راه عندها 7 سنين، ولكن شحال هذه كانت افون دافوار 5 كانت كتمرض ليا بزاف بالحلاق. وكنت مره كنديها ملي كنشوف لو كاغراف كنديها للبيدياتر. اون فوا كنديها للبيدياتر اوتوماتيكمون انتيبيوتيك اكسيتيرا. وسينو ملي كتكون كتمرض غير ديك 3 ايام ولا يومين راه كنعاون، قالوا لي ديري سكينجبير محكوك خضار، ديري العسل الحر والحامض مخلطيهم في الميه سخونه وعطيهم ليها. كنت كنعاون بهم مره، ولكن واحد النهار اكتشفت بان البنيه بدات كتبكي ليا في الليل بركابي. بركابي درت لها وي بركابي. ملي مشيت درت ليها التحاليل افكتيفمون هذوك اللي دوى عليهم الدكتور توتالوغ ديال لي زاتلو لي ستريبتوكوك اكزاكتومون، لقاو عندها لي زاتلو كاينين بوزيتيف. دونك ملي مشيت ديتهم للبيدياتر ديالها قال لي راه بوتيتر سي ان روماتيزم، عطاني ان ديبو دو روماتيزم، عطاني هذا لاسبيزيك، بقيت كن لاسبيرين باردون، بقيت نتبعها لها واحد 30 جور. ولكن من بعد وراوني واحد البيدياتر سبيسياليست ديال الروماتيزم بيدياتريك الروماتيزم اللي اكزاكتومون ملي عاودت مشيت عنده وهذاك تاع هذاك الروماتيزم كنت كندير لها وصفات ديال سكينجبير والبزار مع زيت العود ومقند الكليها وداك الشيء وفيطه سخونه وهذه. ملي ديت لها فيكي شحال كان في عمر البنيته هذيك الوقت ساره؟ ديك الساعه كانت عندها 5 ans. ملي ديتها لهذيك قالت لي عاودي لي شنو كيوقع لي كريز كيفاش كيجيوها. قلت لها شنو قالت لي واخا خرجوا لك لي زاتلو بوزيتيف وديك واحد لافيس لافيتاز سيديمونتاسيون حتى هي طالعه، قالت لي بوتيتر يكون ضاربها البرد ولا شي حاجه. قلت لها انا ما عرفت، انا راه تخلعت وصافي، بقيت تندور بها في لي ميديسان. قالت لي هادشي انا غيانا فوغ افيك ان روماتيزم، هاد كيفاش لي كريز كيجيوها. قالت لي غادي تحيدي لي هذاك الشيء الطبيعي كامل، قالت لي لان البنيه باقا صغيره
ولكن نونفيش غتبقاي حاضيه معاها فين ما تكون شي كريز ولا شي حاجه تعاودي لينا عليها. نعم. من ثم ولكن من بعد ما بقاوش جاوها. انا دابا غير بقيت في داك الشك ديال ان عاوتاني الحلاقم، لان حنا هنا في المغرب ملي كتديها عند البيدياتر ما كيديرش لك التحليله ديال واش ميكروبيان ولا فيغال. يعني اوتوماتيكمون لونتيبيوتيك. اوتوماتيكمون. واحد العام كانت جاتها الحلاقم في فرنسا وديتها سيغ لو سون، داروا ديك التحليله وقالوا لي راه لونتيبيوتيك ما يمكنش تبقاي تعطيه لها حياتها كامله لان بزاف عليها. نعم. هي غادي تسقط ليها بلي زونتيبيوتيك. انا من تما صافي بقيت دابا فين ما كتمرض ليا كنتخلع، ما كنعرفش واش ندير غير الوصفات الطبيعيه وصافي ولا ممكن هذا ما كيديرش. شحال في عمر البنت دابا ديالك؟ دابا وصلت سبع سنين. مازال كتمرض بلا ميم فريكونس؟ مازال، ولكن دو موان زو موان. الحمد لله. لا الحمد لله دو موان زو موان، صادير دابا شحال هادي كانوا كيجيوها 4-5 مرات في الوقت ديال البرد. دابا ولاو كيجيوها دو فوا وماكسيموم دو فوا. وعرفتي علاش؟ وي. ساره، هذا تأكيد لأنه المناعة ليمونيتي ديال الأطفال ديالنا ديالكم. ماشيه وكتقوى، هادشي اللي كيشرح فيه دكتور عماد من قبيله، هادي الاولى. الحاجه الثانيه، انا كنشكرك لانك اليوم كتهضري على واحد النقطه انا كنت باغا نوصل ليها مع دكتور عماد، وهي الى اي مدى لونتيبيوتيك المضاد الحيوي اوتوماتيكي. اليوم كنعرفوا يعني غير فرنسا اللي هي اقرب دوله اوروبيه لنا، وبزاف ديال الحوايج عندنا نقاط متقاسمه ومتشاركه مع لا فرانس، وخاصه في هذه المساله هذه ديال الطب والسياسه ديال الصحه والصحه العموميه. وانا كنعرف على انه اليوم بزاف ديال لي بيدياتري يعني ديال الاطباء ديال الاطفال اللي هما ضد هذه الفكره ديال لونتيبيوتيك، كيعاينوا بالعكس. انا نهضر لك مثلا على طبيبه، وماشي غير طبيبه، بزاف ديال الاطباء كنعرفهم وكيجيو عندنا لا راديو، هما ضد لونتيبيوتيك، تيقول لك ما تعطيوش لونتيبيوتيك الوليد، تجيه سخانه. اون فا اتوندر النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، حتى الا بقات ديك السخانه شاده عاد كنشوفوا التطور ديال الحلاقم وكيفاش كيتنفخوا والحاله ديالهم باش نتاكدوا واش فيغال ولا باكتيريان. وعاد ديك الساعه اون فا فيغ لو دياغنوستيك ونقول لكم واش تاخذوا لونتيبيوتيك ولا لا. يعني الحمد لله راه حتى هاد الثقافه هذه ديال لونتيبيوتيك نعطيوه من النهار الاول حتى هي راه كتغير اليوم في بلادنا. دكتور عماد، بالنسبه لهذه المساله ديال كيفاش اليوم نعاونوا الناس بثقافه سليمه ديال الاعشاب باش ما يبقاش هاد لونتيبيوتيك اوتوماتيكي. علاش؟ لانه حتى لونتيبيوتيك تنعرفوا عنده لي زيفي سكوندير ديالو، يعني عنده سلبيات ديالو خاصه على الصحه ديال الوليدات. وهي هاد الشهاده ديال اخت ساره من الدار البيضاء اللي كتبين كيفاش انه البنيه ديالها ظهر عندها نوع من الروماتيزم في الركابي. نعم. فبالنسبه لاخت ساره باش نوضح لها على ديك التحليله اللي كدار، ديك التحليله لان شويه الثمن ديالها كيكون طالع، لان وعلى حسب ماشي كاع الناس غادي يمكن لهم يديروها داك الشيء، باش بزاف ديال لي بيدياتر كيتفاداوها. لان كنديروا واحد البريليفمون صغير في الحلاقم وكيدار في واحد الزرع، كيتزرع في واحد البلاصه وكنشوف واش باكتيريا ولا فيغال. هذه مساله. مساله اخرى، عافاكم حيدوا من راسكم سكينجبير. سكينجبير اللي كنستعملوه في اي حاجه، سكينجبير للتخسيس، سكينجبير للحلاقم، سكينجبير للبروده، سكينجبير للولاد، سكينجبير ولات واحد لاسيمياتور. الثقافه ديال سكينجبير نحيدوها، الله يجازيكم بخير. ايه ماده مزيانه كنستعملوها كناكلوها، ولكن كثرت ما عطيتوها واحد الاهميه كبيره. كاينين مواد اخرى كتشبه ليها وحسن منها. نعطيكم انا الخرقنبل بلدي، يلا الخرقون بلدي، خذوا نص معلقه صغيره مثلا. الوليدات الصغار كنقولوا حنا من 6 سنين الفوق، من 6 سنين حتى 10 سنين، نص معلقه صغيره ديال الخرقون بلدي، خلطوها في كاس صغير ديال الحليب سخون، خلطوها مزيان حتى يتخلط، صفيوه، زيدوا فيه شويه ديال العسل، خلطوه، شربوه، عطيه لوليداتكم، المناعه غادي غيعاونوا في المناعه ديالهم. سكينجبير لازينكبيرين، راه كتحرق المعده، راه وليد صغير عباد الله، واش 5 سنين؟ 5 سنين؟ 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، هادشي كامل راه الوليد الصغير ولا البنيته الصغيره كيدير هاد المعده ديالو. راه رهيفه بزاف. راه ملي كندخلوا هاد لازينكبيرين هادي اللي ماده قويه، راه كيمكن تسلخ ليه المعده. هذا من جهه. من جهه اخرى يمكن تعطيه السخفه، يمكن من بعد تعطيه مشاكل في الطونسيون. ومساله اخرى ديال سكينجبير والبزار وزيت العود، حتى هما تفاداوهم.
هاد السكينجبير والبزار وزيت العود اللي كيتخلط وكيتدهن لهادشي ديال الروماتيزم. راه لا بيبيرين ولا زينكبيرين، بيبيرين كاينه في كاينه في في, في في البزار، والزينكبيرين في السكينجبير. الا خلطتهم ودرتهم البشره فكتحرقها، فردوا البال هاد الامور. اذا المواد الطبيعيه انا عطيتكم وصفه، نص معلقه صغيره قلنا ديال الخرقوم بلدي، نخلطوها في كاس صغير ديال الحليب سخون، نصفيوها، نديروا معلقه صغيره ديال العسل الحر نحليوها ونشربوها نص ساعه بعد الفطور، نعطيوها لوليداتنا قلنا من 6 سنين للفوق. شكرا لك ساره على هذه الشهاده ديالك وعلى السؤال ديالك. ها هو دكتور عماد جاوبك وجاوب كل الاخوات كيفاش ممكن تعملوا توازن ما بين المضادات الحيويه اي لي زانتيبيوتيك وما بين المساعده بالوصفه الطبيعيه. عندنا اسئله مهمه على الصفحه ديال الفيسبوك. ام يوسف كتقول لك على انه الوليد ديالها عنده عامين، هذه دابا سيمانه باش طلعت ليه السخانه، داتو للطبيب قال ليها عنده الميكروب في الحلق وانهم مجروحين الحلقمات ديالو، خرجوا الانتيبيوتيك ولكن قالت لك راه الحرب عندها في الدار لانه ما كيبغيش يشرب ليها هذاك الانتيبيوتيك، مره كيشربوا مره لا، دابا باقي له شويه في السيرو، واش ضروري يكملوا؟ دكتور عماد سؤال مهم. نعم. الانتيبيوتيك المضاد الحيوي الدراري ما كيبغيوش يشربوه، من كاين الوليدات اللي ملي كنشربوه لهم كيرجعوه، واش منين كنبداو الانتيبيوتيك خصو يكمل؟ اكيد. شنو هي اقل مده اللي خصو يتعطى فيها المضاد الحيوي باش تكون عنده نتيجه ويكون عنده مفعول؟ باش نخرجوا من ديك الخط الاحمر هو 5 ايام 5 جوغ. شحال من مره في اليوم؟ جوج ديال المرات في اليوم على الاقل، على حسب وعلى حسب الكيلوات بالنسبه للوليدات الصغار، وبالنسبه للكبار فكذلك عندهم عبار. بحال دابا مثلا الاموكسيسيلين كناخذوا 3 غرام، ما كنفوتوش 3 غرام في النار. وإلا خدينا المركبات اللي كتكون فيهم لاموكسيسيلين والاسيد كلافيولانيك فعندنا غرام في الصباح وغرام في الليل. إذا شنو نقول لأم يوسف، واش خاصها تكمل له؟ ضروري تكمل له. ومسألة أخرى، عافاك ملي تمشي عند البيدياتر قول له يعطيك شي واحد ديال البنة ديالو زوينة، راه حتى حنا كنعيشوا هذا الشيء، راه أنا أب وكنعرف هذا الشيء شنو هو. غتقلبي الوليد ديالك شنو هو الأنتيبيوتيك اللي كتجي زوينة في البنة، ولا سوليه واش بغا مخلط مع السيرو، المهم انت غتلقاي معاه حل. عيشه بالدال على الصفحه ديال الفيسبوك دائما كتسولنا، عندها حموها الاب ديال الزوج ديالها، قالت لك اللي كيدير هذيك العمليه اللي قلت عليها اللي هي فقس الحلاقم بطريقه عشوائيه وكيديرها لولدها، قالت لك واخا هي ما كيعجبهاش هذا الشيء وما كتعجبهاش ديك الطريقه، مؤلمه جدا، واش خطر على الصحه؟ خطر بزاف، خطر بزاف. وتفادوا هذه الامور هذه، لان هذوك راه هما هو الاساس، والولاسس الا تفكسوا راه كتعرفوا يمكن تعطينا مضاعفات كبيره. فالحلاقم ما كيتفكسوش، الحلاقم يا كيتحيدوا يا كيبقاو، ولكن شكون كيحدد هذا الشيء؟ الاختصاصي. انا مازال كنأكد، الاختصاصي في الانف والاذن والحنجره لويغيل هو اللي كيحدد وكيقول لنا واش يتحيدوا ولا يبقاو. هادشي ما فيهش شي حاجه بحال الحجامه ولا زعما، ما عنده علاقه بالحجامه، حيت الناس كيقول لك زعما كيعطوها ابعاد اخرى. لا ما يمكنش، لا ما كاينش الحجامه، والحجامه اصلا راه عندها شروط ديالها. لا ومني كنقول انا الحجامه يعني ما بين قوسين، فهمت؟ يعني كنقولوا احنا في الطب البديل او ما هو تقليدي، يعني كيمشي في حتى هادشي يناقش. اكيد اكيد اختي سناء. اذا شنو هي الوصفه اللي غادي تقدم لينا اليوم؟ نعم، فالوصفه المساعدة المناعة والمساعدة في الحلاقم الوليدات كنأكد من 6 سنين حتى ل 12 عام، أو من 6 سنين حتى ل 13 عام. إذا يلا قيدوا معايا. الروح ديال شجرة الأرز، لويل إيسونسيال دو سيدغ اللي كنرجع ليه دائما، اللي مضاد حيوي قوي. زيت أرغان، هنا غندخل لكم زيت أرغان لأن فيها لافيتويلاستين غتسرع من المفعول ديال هذه المواد. تفاح محكوك لرفع المناعة. العسل الحر. إذا أنا نعاود لكم بالمقادير. الروح ديال شجرة الأرز لويل إيسونسيال دو سيدغ 5 ديال النقيطات. زيت أرغان معلقة صغيرة. تفاح محكوك نص معلقة صغيرة. عسل الحر معلقة كبيرة. خلطوا هذا الشيء كامل حتى يتخلط، وهذاك هذاك 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 الشيء اللي خلطتوه كتاخذوا النص كتعطيو للوليد أو البنيته نص ساعة بعد الفطور ونص ساعة بعد العشاء، كداوموا عليه على الأقل واحد المدة ديال الشهر. ومع الوقت غادي المناعه غترتفع، وخاصه غتسولوني غتقولي ويلا كان كياخذ شي دواء، الا كان كياخذ الدواء اعطيه هذه الوصفه كذلك غادي تعاونه وغادي تقوي المفعول ديال الدواء. بالنسبه للكبار، اذا بالنسبه للكبار او بالنسبه من 14 عام للفوق، غادي ناخذوا غنرجعوا الروح ديال شجره الارز اللي غناخذوا منها 3 ديال النقيطات، وغادي ناخذوا الروح ديال الزعتر 2 نقيطات. وهاد المقادير ما نزيدو ما نقصو عليهم، لان الا زدتو ولا نقصتو ما غتعطيش المفعول ديال الوصفه. اذا روح شجره الارز 3 نقاط،
روح الزعتر جوج نقيطات كنزيدوهم فوق معلقه كبيره ديال زيت ارغان نخلطو مزيان كنزيدو عليهم جوج معالق كبار ديال العسل الحر ونزيدو نخلطو مزيان ونديرو حمام ريمي الا ما بغاوش يتخلطوا لينا حتى يتخلطوا ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه حبه حلاوه اللي غترفع من المفعول ديال المناعه اذا لاني سفير دو لاسبان اذا غنخلطوا هذه المكونات كامله وغادي تاخذوا معلقه كبيره نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء وبقاو مداومين عليها على الاقل واحد المده ديال شهر والله يشافي الجميع.